وسهلا بك أخي رضوان وبالأخوة خلف هذه الكاميرات وبأهل الجزائر كلهم، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أهل الجزائر وأن يحفظهم صغيرهم وكبيرهم، فقيرهم وغنيهم، وأن يجعلهم سعداء ويحفظهم من الشقاء واللأواء والضراء، ولا يدع منهم مريضا لا شفاه، ولا مبتلا لا عافاه، ولا ضعيفا لا قواه، ولا محزونا لا سعده، ولا مديونا لا عانه، وأن يجمعنا ولا يفرقنا ووحدنا ولا يمزقنا، ومن أرادنا وجمعنا واجتماعنا بسوء أن يصرفه عنا.